في مول عمان او عمان مول، في احد يسميه مول عمال او عمان مول، في محل اسمه موتشو للاحذيه التايلنديه. هذا شاب عماني اخذ وكاله هذه الاحذيه على مستوى الشرق الاوسط. اللي يميز هذه الاحذيه انها ووتر بروف، يعني الناس اللي خاوضوا الماي ما يفكروا. والاجمل من هذا وذاك ان على حسب التصاميم الموجوده والمعتمده تقدر تغير نوع الارضيه، لون الارضيه ولون الجلد. هذه طبعا المحل في عمان مول. اليوم انا جاي اخذ طلبيه من هذه الاحذيه. شوفوا، صمم صندلك على ذوقك، يعني صمم انت مثلا تبي هذه لون، تبي هذه لون، يصمموا لك اياها ويخلصوا لك اياها نفس اليوم. انا ابي اخذ من عندهم طلبيه. في ناس وايد يحبوا هالاشكال، هذا الاشكال وايد تمشي. في ناس وايد الحين يحبوا ستايل، الشباب الحين يحبوا هالستايل، في ناس وايد يحبوا هالستايل. سبيل المثال هذول حلوات يلبسون على الدهاديش، هذول على الستايلات على البرمودا، هذول الشباب ايضا يلبسون على الدهاديش. هذول اللي يميزهم اول حاجه تقدر تغير الارضيه اي لون تباه، وتقدر تغير اللي فوق اي لون تباه، وتقدر تفصل لك ولاولادك بقياسهم. يعني اليوم انا باخذ هذه لي بألوان مختلفة وعيالي بألوان مختلفة، أنت تغير اللون وتغير أيضاً المقاس. وهذا حال أولادكم الصغار أيضاً تأخذونهم بالألوان اللي تبونها، وهذه بالكشخ أيضاً اللي تبونها. أضرب لكم مثال، أنا بغيت هذا مثلاً هاللون أخضر، أنا أحب الأخضر، ولا أريد أكسر مع الأخضر أسوي تصميم مع الأبيض. شو طلع حالاته؟ كيفك، اختار الأرضية واختار الجلد اللون اللي فوق. الحين انا اخذت هذا النوع واخذت لعيالي هذا النوع بحيث ان يكونوا مرتاحين مع القبضه اللي تجي من الخلف، بحيث ان ياخذوا راحتهم في المشي. بنعمل طلبيه لاكثر من لون وبنييكم بعد فتره نوريكم الشغل. طبعا انا عندي شغل اني مسافر بكره، بس هي تخلص في نفس اليوم تقدر تستلمها. عندهم فرع في الخوف وعندهم فرع هذا في عمان مول، ويقدروا يوصلوا لأي مكان في الخليج. توصيل مرة جاهزين، وبحط لكم البطاقة اللي فيها الأرقام وحساباتهم بالتواصل الاجتماعي. كم شكرا.